هل يجوز القراءة جهريا في الرواتب والنوافل؟ في الليل صلاة الليل يقرأ فيها، الأفضل أن تكون جهرية صلاة الليل سواء فريضة أو نافلة. أما صلاة النهار فهي سرية إلا ما جاء الدليل بالجهر فيه، مثل صلاة الجمعة، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، هذه ورد الدليل أنه يجهر فيها بالقراءة. وما عداها فنوافل النهار وحتى الفرائض تكون القراءة سرية. نعم.